بعيون كالصقور ترقب البيوت من السماء بحثاً عن استغاثة ملهوف حاصرته الثلوج خلال الأيام الماضية بعد أن أغلقت معظم الطرق الرئيسية والفرعية بسبب تراكم الثلوج عليها، والتي شكلت عائقاً أمام الكثيرين للحصول على مستلزماتهم وحاجياتهم اليومية. من شمال الأردن حتى جنوبه، أقلع نسور الأمن العام الجوي بطوافاتهم 16 مرة على مدار يومين متتاليين. فبعد أن وضعت الخطط على الورق وحددت المناطق المستهدفة، توجه الطيارون بمروحياتهم لتقديم المساعدات للأسر التي حاصرتها الثلوج في مدن ومحافظات شمال المملكة والوسط ومحافظات الجنوب، حيث قدمت المساعدات العينية كالأغطية والأحذية بالإضافة إلى المواد الغذائية والخبز. جاءنا تعليمات على أساس نعمل عملية كشف للطرق خاصة بمناطق الشمال والوسط. بعد ما نفذنا هاي الرحلة تبين لنا أنه في كثير من المواطنين بحاجة إلى مساعدات إنسانية. تم تمرير المعلومات إلى الجهات المعنية بمديرية الأمن العام، وعلى الفور كانت توجيهات عطوفة المدير الأمن العام بتنفيذ رحلات وتأمين طرود ومواد غذائية بالإضافة للألبسة إلى الجناح الجوي، حيث تتم توزيعها على مناطق الشمال والوسط والجنوب. أولى الطلعات الجوية كانت عصر الأحد، حيث نفذت 5 رحلات جوية، 3 منها لمدن ومحافظات الشمال واثنتان لوسط المملكة. وزع خلالها أكثر من 1000 كيلوغرام من الخبز، بالإضافة إلى عشرات الطرود التي تحتوي على مواد غذائية تم إيصالها للأسر المحتاجة من الطائرة مباشرة. كما نفذ صباح الاثنين 9 رحلات جوية شملت مناطق شمال ووسط وجنوب المملكة. بالأمس نفذنا 5 رحلات، 3 رحلات إلى المناطق الشمالية ورحلتين إلى منطقة الوسط. بالأمس طبعاً وزعنا ما مجموعه 1050 كيلوغرام خبز، بالإضافة لحدود 50 طرد على مناطق الشمال ومناطق الوسط. اليوم من الصباح الباكر تم تنفيذ تقريباً بحدود 9 رحلات شملت مناطق الشمال والوسط والجنوب. تم توزيع فيها 1450 كيلوغرام خبز، 60 طرد، 100 جرزة و 100 حرام. لهفة المواطن الذي حاصرته الثلوج لأيام بدت واضحة بشكل كبير، فلم يصدق البعض أن مروحية باتت بجوار منزله ليقدم لهم طاقمها الخبز والمواد الغذائية التي فقدها البعض خلال العاصفة الثلجية في الأيام الماضية. وبعد أن تمت العملية بنجاح، أعاد الطيارون طوافاتهم لأدراجها حاملين معهم قصصا قد تبقى محفورة في الذاكرة للأزل، تروي تفاصيل عاصفة ثلجية لم تميز بين الغني والفقير أو بين الصغير والكبير. رحلة رأى فيها البعض أكثر من كونها مهمة وظيفية بقدر ما هي واجب وطني. قمنا امبارح واليوم بجولات في جميع أنحاء المملكة، وضمنت مساعدة الأقارب والأهالي بتوصيات من جلالة سيدنا الله يطول بعمره. فصل جديد يحمل في طياته تفاصيل المنخفض الثلجي وما حمله للأردنيين خلال الأيام السابقة، وآخر يحكي مواقف الأردنيين حين يمدون يد العون لمن يحتاجها. رعد بن طريف، رؤيا.